عاصم حبيبي، انا هي نزلتي من السجن صيدنايا، والله ما قدرنا نوصل لحدا ولا سجين. اللي طلعوهم الكلاب الارزال مطلعين، يعني ما صار لهم زمان. اما المساجين اللي بدناهم احنا في ابويا ما قدرنا نوصل لولا ابو، ما عرفنا نفتح ولا باب ابو ولا نهائيا نهائيا نهائيا. في شباب متحت حيطان، في شباب فاتوا بقلب المجاري، ما في مجال، ما قدرنا نوصل لولا باب ابو. عاصم بدها كتايب مختصة، والله ما خرجنا نحن، هدوا حيطان الشباب وكسروا حيطان وكسروا بواب. معلم في بواب مسكرة، في ابويا ما وصلنا له. يعني احنا وصلنا هلا، هو شفته انت مثل نجمة، ثلاث مرقوب، ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاث اجنحة، تمام. ما استفدنا شيء، ولا وصلنا ولا قدرنا نجيب، يعني ولا قدرنا نصل لولا جناح. الأجنحة فتنا لهم، الطوابق العالية كلها فتنا لها، بس نحن بدنا الأبوية، الأبوية ما حدا قدر يوصل لولا أبو. يا عاصم بدها كتيبة مختصة، هلا والله وصلوا جماعة الذرعة يعني، وهلا جاي جماعة يعني إدلب، المشايخ هن بيتصرفوا. فنأمل من الله الفرج، نأمل من الله الفرج، نأمل من الله الفرج. إذا في عم تنسق مع حدا قل له السجن، لهلا ما وصلنا لولا أبو نهائيا نهائيا نهائيا. ضروري ضروري يعني حطها منشور بعتها، ضروري نصل للأبوية، وإلا المساجين بتموت من الجوع وبتموت من قلة الهواء وبتموت، لأنه كله مطفية الكهرباء وما في هواء تحت، ولا قدرنا نصل ولا باب. يعني قالوا لنا ديروا بالكم باب مفخخة، لا خلينا باب ما كسرناه، لا خلينا شباك، لا خلينا، ما وصلناك، ما شفنا أبوه. ومو معقول يكونوا حاطين مساجين بالطابق الأرضي، مستحيل. وما بيسع يعني الطابق الأرضي مستحيل يسع 100,000 زلمة بمعتقل، عرفت؟ ما فيه 50 زلمة. ما بيسع 50 زلمة، 50 من فردة كلهم اللي فتناهون، ما بيسعون. ففي شيء مو مزبوط، فتنا على المجاري، فتنا على المطعم، فتنا بس على السجن ما فتنا، والله ما فتنا نهائيا. صار لي 4 ساعات عم افتل بالسجن معلم، سجن كبير كبير، اكبر ما انت متخيله، اكبر ما انت متصوره. من المدخل الخارجي لجوا فوق ال5 كيلومتر، وجوا كبير 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 كبير. تخيل انت يعني من الساعة 7 للساعة 10 ما قعدنا ولا ثانية، 3 ساعات بس عم نمشي، بس عم نمشي. Thank you.